فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا توفرت قرائن قوية عند القاضي فهل تقوم مقام البينة فيحكم للمدعي إذا كانت قرائنه قوية؟ القاضي لا يحكم بعلمه أبدا، إنما يحكم بالبينة ولا يحكم بعلمه، وله يدري، هو يدري أن هذا هو الصح هو الصحيح وهذا هو المحق، لكن ما يحكم بعلمه لأنه متهم. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.